مشاهدي قناة شوف تيفي، مساء الخير عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من العاصمة الإسماعيلية مكناس. غنخليكم مع القصة الكاملة للأم اللي غترويها لنا أم الزوج اللي ضرب الزوجة ديالو بيد المراز أو الدكاكة المراز. فهنا الأم ديالو غتشرح لنا القصة الكاملة شنو كان وكيفاش وعلاش. سلام لالا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عاودي لنا شنو وقع داك النهار وانتي لا اتصلتي بقناة شوف تيفي باش معايا. ساكنة بوحدها هي ورجلها واخدها من بكري مريض من بكري. استغفر اكثر. بقات تكذب عليا. انا كتكونش حويدة وانا كتقدر تدور الاوراق. انا ما كنديرش هاد الشيء سيتي. حل هادي حل هادي. انا بشهادة الحومة بشهادة الجيران. اذا انا كنكذب وانا مهرسة ومريضة ومعايا ثلاثة العراسات هما اللي هازيني هما يشهدوا عليا الا فيا شي حاجه خايبه. واخا قبل ما نوصلوا يعني العراسات اللي كنسمعوا اليوم، هي كتقول انها الولد ديالك ضربها بيد المهراز اللي سكب ليها في شهر 32. ما شفنا لا ضرب ولا ما ضربش، ما شفنا حتى حاجه، ما شفناش بنتي وما قادين تقلدوا. هما كانوا عندهم مشاكل فاش كانوا ساكنين هنا؟ هما لا كانوا بيناتهم متفاهمين هنايا. ملي خرجوا تشد تبعاتو، ملي جا لقاها كاريه برا، ملي لقاها كاريه برا مشى عند ولادو برا، ما جاش عندي انا. انا ما جاش عندي، مشى عند ولادو قال لك اسودين، قالت له طلقني ما طلقني ما نعرف. انا لا بيناتهم انا كنطلب الله الله يهديهم على وليداتهم. واخا هنايا قالت لينا هي باللي النهار اللي ضربها يعني سبب ليها في هرس ليها صبعها كانت عندها 32 غرزه في راسها. قالت فعوت لي زعما 26 المهم 26 32 ما قلتش اكزاكت، او لا ربما هي كانت قالت 32 والله اعلم. الاهم هادشي كامل ماشي واش حال مغرزه، هو انا قالت انا كنت انا ديتيه للطبيب الحماق باش ما يتحايل على القانون. ما قلا والو نهار اللي تقدم راسو ليك ما ديتو ما حديتو ما قلتو. انا راني مريضه في حرب الفراش، ما كنموت ما كنبعد. هادشي اللي كان ولاد ديتو هادشي اللي شفتو ودنا بولادهم يتفارقوا. انتينا يعني اتصلتي بقناة شوف تيفي باش توضحي بزاف ديال الامور، من ضمنها انها كانت تهماتك بالشعوذه ربما. لا بنيتي ما كاينش هاد الهضره، يعني يمكن ديري لا شعوذه لا والو. لا بنيتي غير كذب. انا بالعلا في وسط الجيران راه سنين واعوام وانا هنا يا بولادي، ماشي عاد سكنت ليهم. ما كاين لا حد نهضر بنيتي الكذوب، ما كاين لا اوراق لا مشعوذه غير الكذوب. والله يهديها. الابن ديالك تزوجات به هو مريض ولدك؟ تزوجات به كيخدم في البارك. مريض كان مريض كان مريض هو كان مريض ملي كان حزري كان مريض، كي كان تمشي من الطبيب لعندها اللوزي. كلشي يعني كلشي عارف بلي راه مريض حسب ما بحالاش مريض يعني مريض نفساني. اي عارفه مريض. لا العائله كلها عارفه بلي مريض هو عزيز. العائله كامله عارفه مريض. العائله عارفه مريض والجيران هنا هما شهود عارفينه مريض ملي كان عزري. فاش ضربها فين كنتو؟ فاش ضربها؟ يعني الضرب اللي ضربها راه سبب ليها في تشوهات على مستوى الراس. لا راسها ضربها لراسها وكانوا عندها غرايز. فحسنات فين كنتو انتو؟ اعلم بنتي ما شفنا لا ضرب ولا ما ضربش، ما شفنا ضرب ولا ما ضربش. الله عالم الله عالم. حنا تا سمعناها هي دارت القصيده كتضربها ما ضربها مش تمت مريض. هاك الروسه نجيب لك بنيتي وراق الطبيب، نجيب لك كل شيء عندي، نجيب لك التصاور ديال الهرس، نجيب لك كل شيء اللي قالت لك دايره الكروسه غير بالعاني. انا نطلب الله يهدي على ولادها، هادشي اللي كنطلب. دابا هي مابقاش ساكنه معاكم؟ لا ها هو بيتها خاوي بنيتي، ها هو شوفي هانتي تا هو صغري، ها هو خاوي ما كاين حتى حاجه.
واخا بالنسبه للابناء ديالها اللي كانت كتقولنا انها ولادها ولادنا كبروا معانا زادوا هنا تبعنا هنا خدنا هنا كبرنا هنا عمامهم راه بحال باهم ما كانش اللي تيأديهم. علاش ضربها؟ الله وحده ما بنت انا ما حاضرش ما عرفت ضربها ولا ما ضربها الله عالم. يعني ديك الحاله كامله اللي هي فيها والبوليس وانت ما عارفاش باللي راه هو ولا ماشي هو. الله أعلم أنا بنتي كنت راكدة مريضة يا أنا ما خرجت ما دخل قسما بالله راه كنقسم لك فمي بالله أنا ما عارفة شي حاجة. وشنو هو التعليق ديالك على الاتهامات اللي كتهم أنا لوسها اللي هو الأخذ راجلها كيتحرش بها وكتشكى منه بصح لا والو غير كذوب غير كذوب غير زكاير داكشي نايض بيناتهم وصافي راكي عارفة حالة العائلة ما كاينش داكشي غير كذوب. بالنسبه لبلاصتها اللي هي كتخدم في الباركين يعني في الحراسه استاذه ويعني ضربها اولا وقع لها المشاكل مع الويسها على حساب داك الباركين باش وقع لها حتى مع شي لوس مع داك الاخر اللي ناوضوا شي نهار مشاو للبوليس ورجع غير كذوب زوج كانت الحلفات تشدتنا هادشي اللي كتقول. يعني هي فاش صورنا معاها قالت لي فاش قلنا لها شنو السبب ديال هذا النزاع او شنو اللي خلاه يضربك فقالت لي كانت كانوا هو فاش كان في السجن يعني فاش خرج بقاو كيعمروه عائلته اللي زعما انتينا والاخوان ديالك كيقولوا انها حرام عليا بنيتي ما كاينه هاد الهضره كيقولوا انكم كتحرشوه كتقولوا له بلي راه زعما كتهضر مع الرجال كتضحك مع الرجال كدير كذا وكذا وهي كانت خدامه حسب قولها انا كنحاول نقول لك باش انتينا ترضي يعني وانت انا داك السوق انا كندخلوا راه عارفاني هي انا ما كنفرقش ما بين ولادي والعيالات هما اربعه عندي هي الرابعه ما كنفرقش انا بهذا الشيء وما كاينش اللي كيقد يهضر هذا الشيء كامل غير كذوب. ولكن هو فين ضربها في الدار ولا في الزنقه؟ ها فين ضربها في الدار ولا في الزنقه؟ الله اعلم. لا هنا بنتي ما كاين ضرب. هي قالت لك ضربها في الدار في الله اعلم. لا قالت لك ضربها في الدار ولا شفنا هي ضربها في الدار مرت ولدك. لا ما كاينش هاد الهضره ما شفناهاش. لا ضربها حدا القهوه حدا القهوه صافي حدا القهوه ما كاينش هاد الهضره بنيتي في الدار ولا حدانا في الحومه ما كاينش ما كاينش بنيتي ولادي ما حضر حتى واحد هي وراجلها الله اعلم. الابن ديالك يعاني من اضطرابات نفسيه يعني مريض كيشرب الدواء كيشرب الدواء. شنو تعليقك ديال انك كيشرب الدواء ديال نفسي يعني سمعنا او قالت ان كت ولدك فاش ضربها يعني ديتيه انتنا للطبيب ودرتي له اوراق انه مريض باش يتملص من الجريمه ديالو. لا بنتي راه كانت هي كتدي له الدواء هي راه عندها الاوردونونس ديالو باش كتشدو الدواء راه عندها الاوردونونس ديالو كتشري له الدواء كتعطي له الانفري كتعطي له واحد اخر هنا لا شو غير دايما عليك. اذا مشاهدي قناه شوف تي في هذا الرد ديال الام ديال الزوج اللي عنف مرته يعني كنا درنا ثاني تجيب الدواء هي وكتسب بنتها كتجيب لها الدواء كتبيه هذا راه بلا ما نخرجوا نقولوا بديك الورقه ديال هذاك اللي مريض اللي قالت ما مريضش هذاك اللي مريض قالوا الدور ديالي عند وي كتشد بيه الدواء وشوف منين تعطي الدواء ديال المختلين ديالو هو يعني اللي باش كيداو هو كتشدو وشوف فين كتعطيه كتسد ديك البروشه كتجيبو لها يعني كتاخذ كميه زايده صافي وهذيك البروشه البنت هي اللي كتجيب لها كتبقى تسال على الفارماسي انا شنو كتجيب لها لا غير هضره انا ما نهضرش ما عرفتش شنو غادي تهضر انا راه غير ماما كتشخصني نهضر كاع تلوسها لا انت اللي عندك كتقول ان عندك معها الخصام لا ما عندوش معها انا ما عنديش معها الخصام كاع هو هذا هو هذا ما بلاش راه عليها غير بجوج بلانات كيفاش عليها جوج بلانات ديال القرقاوي ما فهمتش عند البوليس عندها جوج بلانات هي عندها جوج بلانات يعني معتقله من قبل تتقلات لا ما تقلات شكاية بقى عاد غادي
إذن مشاهدي قناة شوف تيفي، هذه الأم ديال الزوج اللي عنف مرته بيد المهراز كتوضح أنها ما كتصيب ليهش الوراق الحماق باش يتهرب من العقوبة ديال السجنية، وكيف ما قالت العروسة ديالها، وكذلك كتقول كتوضح أنها بعيدة على هذا المشكل كل البعد. يعني ماشي مشكل غير يتكلم. انا قلت حالو قلت لها راه كان مريض اللي كان عارفه مريض وهانت تشتغل حي والله. يعني تزوجت به هو مريض نفسي مريض، يعني استغلال العقول ضعيف. وهذا حرام عليا اللي تقول تسرق على الاولاد بحال الاب عندنا في الدار شي واحد يغيرها هي براسها ما نغيرهاش، والولاد دايرين كي ولادي وقالت كان بغيت ديرها لولادي. يعني حمد لي والوفه هذا البيت اللي كانت ساكنه فيه أيه. ما بقاتش مش خرجت هي فين مشات هي ولادها واحد على خرجنا واحد فوق. يعني حنا فاش كنا يعني ربطنا بها الاتصال وتكلمنا معها قالت انها هاربه عند واحد السيده اللي ما بغاش تذكر الاسم ديالها، وكان دات معها وليداتها خوفانا عليهم. دابا حنا جينا ما لقيناهاش في الدار وفراشها ما كاينش. فين هي هي منو قالوا لها قبل ما يخرج راجلها من الحبس بزاف فراشها ومشات دات مع عندها ودات كلشي وتلاجتها وشيشه دات المهم قبل ما يخرج حرام عليا بنيتي راه كاريه قدام قدام ما يخرج لا بشهرين ولا ثلاث شهور دابا راه جيت حنا مقريشه. يعني يعني زدت رحيله قبل ما يخرج زوجي لها من السجن قبل ما يخرج راجلها ما عرفتش يعني بغيت نقدروا نقولوا انها داك الاعتداء اللي تعرضت له من طرف الزوج ديالها غير حيت مريض. لا هو الراجل ما شفناهش ضرب وكيقول لك ما ضربش والله اعلم. لا اذا شكون ضرب الله اعلم الله اعلم تقليدهم يتفارقوا ما بين المراه والراجل تيدخل الله ثالثا. هضرتي معاها انت فاش ضربها؟ يعني تلاقيتيها هضرتي معاها توصلتي معاها عرستك؟ لا لا ما هضرتش معاها ابنيتي ما نكذبش عليك. واش تدخل الشرطه دابا نخرج بالكروسه وخلي يدوزك ولي يديك انت مهرسه مهرسه جوج شهرات طلع يجي ها التصاور ها كلشي ثم بغيتي تصوريهم ها هما لا لا كاين التصاور فيا مرت سكر فيا مرت غاسيه فيا الكلاوي فيا وليداتها رجعي قرا وحقاش كنا تلاقى فاش كنا شفنا شحال هذا راه جاو لهنا للدار وجاي يجي هي كتضرب القرقوبي كتضرب راسها. يعني نقدروا نقولوا انا عاد ولات تخرجت ضربه في خدها ضربه يدها وقالت الولد انا غنديك التولال. شنو هي التولال؟ الحبس. الحبس ديال المكناس على عبد العالي اللي قالت لك بغيت تحرش فيها اللي هو لوسها كتخدم عليه لوسها هذاك اللي بتعليه ما تهدرش كاع قالت غيدي لها الولاد انا نأدي من الله على هذا الشيء على ولادي بين ما فيهمش هذا الشيء وانا اللي قالت لك انا مش حويده وعايت البوليس وها البوليس حدايا انت جيت حدا بكون راهم جاو عندي علاش انا عايبتهم خلاوني هادشي راه زيد هادشي والله الا كثرت ليها متضحك ما تبقاش تقدم عليا بزاف ابنيتي والله يهديها الله يهديها الله يهديها. الابن ديالك اللي اعتدى على الزوجه ديالو فين هو دابا؟ ولدك يا ولدك اللي ضربها دابا راه في تولال
يعني قدم راسه ولا قدم راسه هي كانت كتقول لنا راه في مستشفى عقلي ديتيه انت يعني قالت لنا بلي انت ديتيه للطبيب الطبيب الحماق باش يقولوا راه حماق وما يتعتقلش راه قدم راسه بيدو البوليس كان لا حماق ولا غيره هو مرض نفساني كيشرب الدواء عارفينو مرض وزوجته عارفينو مرض وزوجته هي اللي بغات يعني بغاتو اش تنصرح ما نبيلكش ما تكلم وما نبيلكش وجهك هو سؤالي اللي عندك خويا سؤالي عندك هو عارفينو مريض وزوجته علاش هي اللي عارفاه مريض وخداته من الاول يعني كانت باغا تزوجات بيه وخا عارفاه مريض تزوجات بيه وخا عارفاه مريض شنو المطالب ديالكم شنو المطالب ديالكم يعني اتصلتوا بقناه شوف تي في باش وضحوا يعني المطالب ديالنا الله ياخذ فيها يعني هذيك راه كدابه قدر هذا المشكل اللي وقع كامل كتقول ان عائلة راجلها بغاو ياخذوا ليها هادشي كامل وقع غير باش ياخذوا لها الباركين ديالها حيت هي اللي شاده الباركين لحقاش هي داك الفروقه ديال البارك راه ديالو هو هي شداتها غير باش تخدم بها هي دارتها بسميتها كلشي رداته على سميتها حتى الاردونوس لقاها رداتها على سميتها الاردونوس باش كيشدوها لقاها رداتها على سميتها على الزعمة ما نعرف يعني الاوردونس اللي فيه الدواء ديال الامراض العقليه يعني اللي كي اللي نقدروا نقولوا خرقوا به لا مرض نفسي هو يعني الدواء اللي كيشرب هو راه الورقه ديالها عنده هي اللي كتشري له الدواء يعني كتعطيه الدواء هي اللي كتعطيه الدواء بيديها يعني عارفه مريض من الاول وخداه من الاول كاع قبل ما يتزوجوا عارفه مريض وخداه اوكي اذا مشاهدي قناه شوف تي في شفتوا التصريح ديال الام اللي كتوضح الاتهامات اللي تعرضت ليها من طرف العروسه ديالها وكذلك هذا لوسها اللي كيوضح المشكل اللي وقع اذا مشاهدي قناه شوف تي في الى هنا دمتم بالف خير والى بث مباشر اخر موضوع اخر مكان اخر والى اللقاء